بسم الله الرحمن الرحيم وبأستعين واصل في هذه الحصة معالجة ما بقي من أحكام متعلقة بالمحكمة الإدارية، قلنا على أن الرئيس أن هذه المحكمة تتكون من رئيس ومن نواب الرئيس ومن قضاة ومن قضاة ومن مفوض ملكي، وهو قلت هو قاضي يعين من طرف جمعية العمومية ولكن باقتراح من طبيعة الحال من الرئيس، أو أن اختصاصات الرئيس وبصفة عامة الرئيس دائما يستطيع بمهام ولائية ومهام قضائية. وقلنا بالنسبة للمحكمة الإبتدائية على أنه يقوم بأعمال إدارية تتمثل في تنظيم يعني السهر على شؤون المحكمة وتنقية الموظفين والتفتيش إلى غير ذلك، فنفس الأحكام بالنسبة للمحكمة الإدارية. كذلك أن هذا الرئيس هو الذي يتولى تسيير شؤون هذه المحكمة، يبت في طلبات الانتقال، يعني يحيل طلبات الانتقال مقدمة من طرف الموظفين والقضاة إلى المصالح المختصة، يقوم بالتفتيش، يمكن أن يكون هذا التفتيش يومي، كذلك ينقط القضاة والموظفين يعني كتابة الضبط. فهذه المهام كذلك تضاف إليها أو تضاف إليها البت في القضية الاستعجالية، فيبت في القضية التي لها طبع استعجالي. إنما نجد على أن الاختصاص الموكول إلى رئيس المحكمة الابتدائية المتمثل في البت في مقال الأداء مثلا مبالغ معينة، فهذا بالنسبة للمحكمة الإدارية، فبما أن الأمر يتعلق بالنظر في القرارات الإدارية وفي القرارات الإدارية وفي مجموعة من الاختصاصات التي خولها المشرع إلى المحكمة الإدارية، فلا نجد أثرا بالنسبة للمسائل يعني ما يتعلق بالجانب المالي، أي البت في القضايا التي لها طبع مالي. لذلك فاختصاصه اختصاص ضيق مقارنة مع رئيس المحكمة التجارية ورئيس المحكمة الابتدائية. بقي نشير على أن هل الحكم الصادر عن محاكم يعني المحكمة الإدارية تقبل التنفيذ عندما تصبح طبيعة الحال عندما تكتسب قوة الشيء المقضي به، فالمحكمة الإدارية هي التي تتولى التنفيذ قرار معين، وأن هذه القرارات تتسم طبيعة الحال يعني تنفيذ هذه القرارات يتسم بسرعة سرعة متميزة مقارنة مع التنفيذ على مستوى المحاكم الابتدائية. إذن تشكيلة هذه المحكمة واختصاصها يختلف عن اختصاص المحكمة الابتدائية والمحكمة التجارية. وبالنسبة للطعون بصفة عامة، سواء تعلق الأمر بالمحكمة الابتدائية أو المحكمة التجارية أو المحكمة الإدارية، فكانت محكمة الاستئناف هي التي تبت في الطعون المقدمة ضد الأحكام الباتة، سواء في القضايا التجارية أو قضايا التجارية أو المدنية إلى غير ذلك. ولكن بما أن المشرع أحدث المحاكم التجارية فطبيعي أنه سيحدث محاكم استئناف تجارية، بمعنى أنه محاكم الاستئناف التجارية المشرع يعني وازن بين المحاكم. هناك محكمة ابتدائية وهناك محكمة استئناف، هناك محكمة تجارية وهناك محكمة استئناف تجارية، هناك محكمة إدارية هناك محكمة استئناف إدارية. بطبيعة الحال يعني المحكمة الاستئناف تختلف عن محكمة الاستئناف التجارية وعن محكمة الاستئناف الإدارية. لهم يعني هذه المحاكم محاكم الدرجة الثانية
لهم قاسم مشترك يتمثل في الرئاسة فقط. فكل محكمة سواء كان محكمة الاستئناف أو محكمة الاستئناف التجارية أو محكمة الاستئناف الإدارية، هناك رئيس، هناك رؤساء الغرف بطبيعة الحال، هناك مستشارون، هناك كتابة الضبط. إذن هذا هو القاسم المشترك بين هذه المحاكم، يعني محاكم الاستئناف. ولكن تختلف حسب التخصص. فبالنسبة لمحكمة الاستئناف، هذه محكمة الاستئناف بما أنها تبث في قضايا المطعون فيها الصادرة عن المحاكم الابتدائية بصفة عامة، فمحكمة الاستئناف لها دائرة قضائية معينة، بمعنى أنها يمكن أن تضم أو تبث في القضايا الصادرة عن محاكم ابتدائية متعددة، 4 محاكم أو 5 محاكم. مثلا بالنسبة لمراكش، مراكش يوجد فيه محكمة استئناف. هذه محكمة الاستئناف تبث، يعني تحال عليها القضايا الصادرة عن المحكمة الابتدائية بمراكش، المحكمة الابتدائية بالقلعة، المحكمة الابتدائية بإميتانوت، المحكمة الابتدائية ببنقرير. فهذه المحاكم كلها، هذه المحاكم الابتدائية كلها تابعة إلى المحكمة الاستئناف. فمن هنا تأتي تلك التسمية التي تتميز بها الرئاسة على مستوى محاكم الاستئناف. فمحكمة الاستئناف يرأسها رئيس، وللتمييز بين الرئيس على مستوى المحاكم الابتدائية وعلى مستوى محاكم الاستئناف، أعطاه المشرع تسمية، يعني اسم آخر، وهو أضاف له اسما بطبيعة الحال نظرا للدور الذي يقوم به، وهو سماه بالرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، بمعنى رئيس أول لمحكمة. هذه التسمية على مستوى المحاكم الابتدائية نجد رئيس المحكمة الابتدائية. محاكم الاستئناف بصفة عامة الرئيس يسمى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف. بالنسبة للقضاة على مستوى المحاكم الابتدائية يسمى القاضي، نفس القاضي إذا انتقل للاشتغال لدى محكمة الاستئناف أو بمحكمة الاستئناف معينة يسمى مستشار، بمعنى أنه هذه التسمية تميزه وترفعه من قيمة العمل الذي يقوم به، ولذلك يوصف ويسمى بمستشار وليس بقاضي. هناك كذلك على مستوى المحاكم الابتدائية هناك هيئة الحكم التي تتشكل من 3 قضاة، ولكن على مستوى محاكم الاستئناف تسمى غرفة، وهذه الغرفة يرأسها قاضي له أقدمية معينة يسمى رئيس الغرفة. وهناك بطبيعة الحال كتابة الضبط. إذن تشكيلة محكمة الاستئناف تتكون من الرئيس الأول لدى محكمة الاستئناف، رؤساء غرف، المستشارون، ثم كتابة الضبط. هذه بطبيعة الحال تحتفظ بنفس التسمية على مستوى التي كانت لها على مستوى المحاكم الابتدائية. إذن هذا ما يميز أولا محاكم الاستئناف. الجناح الآخر تتكون، وكان هناك جناح الرئاسة وجناح النيابة العامة. جناح الرئاسة قلنا يتشكل مما أشرنا إليه. بالنسبة للنيابة العامة نجده أمام المحكمة الابتدائية هناك نيابة عامة. هذه النيابة العامة على مستوى المحاكم الابتدائية تتشكل من وكيل الملك، نواب وكيل الملك، ونواب. بالنسبة للتسمية على مستوى المحاكم الاستئناف ونظرا لأهميتها ونظرا للدور الذي تقوم به النيابة العامة، فيسمى الوكيل العام للملك. وكيل الملك
يسمى وكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف. من يساعده؟ نواب والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، هم قضاة، ولكن قضاء ما يسمى بالقضاء الواقف، النيابة العامة، كل هذه التسميات النيابة العامة التي تنوب عن المجتمع. إذن يسمى نائب الوكيل العام للملك. وهناك بطبيعة الحال كتابة النيابة العامة. فجناح الرئاسة له هذه التشكيلة بكتابته، بكتابة الضبط، وجناح الرئاسة جناح النيابة العامة بالوكيل العام للملك له كذلك هذا الترتيب وله كتابة خاصة. وبالتالي الرئيس ينقط رؤساء الغرف والمستشار وكتابة الضبط، يعني كتاب الضبط. الوكيل العام للملك له إشراف على نواب الوكيل العام للملك وعلى كتابة النيابة العامة، كذلك هو موظف، يمكن أن يكون موظفا تابعا لوزارة العدل، يمكن أن يعين إما على مستوى الرئاسة أو على مستوى كتابة الضبط، إما على مستوى كتابة الضبط لدى الرئاسة أو على مستوى النيابة العامة ككاتب بكتابة النيابة العامة. بمعنى أنه الذي ينقط الكتاب هو الوكيل العام، والذي ينقط ويراقب ويشرف على الأعمال كتاب الضبط هو الرئيس. إذن هذه التشكيلة الثنائية هناك بطبيعة الحال نجد رئيس مصلحة كتابة الضبط على مستوى الرئاسة، ورئيس مصلحة كتابة النيابة العامة على مستوى النيابة العامة. فهذا التسلسل هو الذي به تسير محاكم الاستئناف. فلكل صنف إذا أبنى للرئاسة دور وللنيابة العامة دور. دور الرئاسة هو تحال، يعني سنرى اختصاص محكمة الاستئناف. أولا يعني يجب الانتباه إلى أنه هذا هو الجناح، جناح الرئاسة جناح النيابة العامة. طيب هناك جهاز مستقل داخل محاكم الاستئناف هو جهاز التحقيق، مؤسسة التحقيق. هذه مؤسسة التحقيق تتشكل من قاض أو قضاة التحقيق. إذن ما يميز، كنا قد تحدثنا من المحكمة الابتدائية، قلنا أنه يوجد قضاء التحقيق على مستوى المحاكم الابتدائية، ولكن التحقيق على مستوى المحاكم الاستئناف يختلف اختلافا كليا، لأن قاضي التحقيق على مستوى محاكم الاستئناف هو مستشار درجة مستشار، يتم تعيينه للقيام بمهمة التحقيق لمدة 3 سنوات من طرف وزير العدل شخصيا، هو الذي يعينه، يعني أنه أحد المستشارين من محكمة الاستئناف، يثبت على أنه له كذا وله دراية وحنكة وتجربة واستقامة ونزاهة إلى غير ذلك، على أنه وزير العدل يعينه باعتبار أنه هو رئيس النيابة العامة والرئاسة، أنه يعين أحد المستشارين للقيام بمهمة التحقيق. طيب إذن يتم تعيينه من طرف وزير العدل لمدة 3 سنوات. هذا قاضي التحقيق هو جهاز خاص لا علاقة له لا بين الرئاسة من ناحية الإدارية أو التسلسل الإداري، بمعنى أنه هو مستقل، هناك الرئيس الأول، هناك الوكيل العام، هناك قاضي التحقيق، بمعنى أنه الرئيس لا يصدر تعليماته للوكيل العام أو لا يراقب أعماله إلى غير ذلك، والوكيل العام كذلك مستقل عن الرئاسة، وقاضي التحقيق هو مستقل عن الرئاسة وعن النيابة العامة، بمعنى أنه لا يتلقى أي تعليمات سواء من الرئاسة أو التعليمات فيما يخص التسلسل الإداري. أما الملف سنرى على أن من أين تأتي لقاضي التحقيق. إذن
من الناحية الإدارية له ارتباط مباشر مع وزير العدل. ما يميز هذا قضاء التحقيق؟ قضاء التحقيق أنه مستقل ويشتغل وفق لا نقول هواه ولكن وفق يعني الجو العام وعدد الملفات ووفق يعني قناعته وراحته، بمعنى غير مرتبطين بالتوقيت الإداري، بمعنى أنه رئيس يتعين أن يحضر على الساعة 8:30 ولا يغادر المؤسسة إلا الساعة 4:30. وكيل العام كذلك ملزم، والنواب إلى غير ذلك، الكل داخل محكمة الاستئناف الكل ملزم بالحضور أثناء التوقيت الإداري من 8:30 صباحا إلى 4:30 صباحا. بالنسبة لقاضي التحقيق هو حر، يمكن أن يحضر صباحا على الساعة 11، يمكن أن يحضر على الساعة 1، يمكن أن يحضر 7 صباحا، بمعنى أنه التوقيت هو غير ملزم باحترام التوقيت الإداري. لماذا؟ لأنه الاختصاص الموكول إلى قاضي التحقيق هو الذي يفرض طبيعة العمل، بحيث يمكن أن يتلقى أو يحال عليه ملف في 7 و8 ليلا، وعليه أن يحضر، يتم الاتصال به ويحضر المحكمة 8 ليلا. لنفرض أنه وقع جريمة قتل، وجريمة قتل وحيل الملف على المحكمة على الوكيل العام، جرائم القتل التحقيق هو من ضروريات، وحيل الملف على الوكيل العام، استنطق الأمر يتعلق بعصابة مثلا أو بعصابة معينة أو عصابة مثلا التجارة في المقتدرات أو غير ذلك العصابة مثلا، وأحيل الملف على الوكيل العام، والملف الوكيل العام أنه استنطق مجموعة كبيرة من المتهمين ولم ينهي عمله إلى الساعة 9 ليلا، وفي هذه 9 ليلا قرر إحالة الملف على قاضي التحقيق، فيستدعى قاضي التحقيق أنه يخبر بواسطة الهاتف، يتم إخباره بواسطة الهاتف على أن هناك ملف أحيل عليه وعليه بطبيعة الحال اتخاذ المتعين أنه قاضي التحقيق. وربما يكون الأمر يوم عيد أو يوم عيد أو يوم السبت أو الأحد إلى غير ذلك، أنه عندما يتم إخباره من طرف النيابة العامة بواسطة الهاتف يحضر إلى المحكمة بغض النظر عن التوقيت، سواء 10 ليلا أو 9 أو 7 صباحا أو 4 صباحا، يوم الأحد يوم عيد إلى غير ذلك، بمعنى أنه هو كلما تطلب الأمر إجراء تحقيق معين فإن وكيل العام عندما يحيل الأمر على قاضي التحقيق ينتهي الاختصاص في هذا المجال بإحالة الملف على قاضي التحقيق ويبدأ عمل قاضي التحقيق. فمثلا قلنا هذه العصابة التي ألقي عليها القبض وبحوزتها كمية من المخدرات وبحوزتها أوراق مزورة، أوراق مالية مغربية مزورة، وبأنه ثبت على أنه أثناء يعني تنفيذ عملية من العمليات تم يعني أنه اغتيال أحد الأشخاص أو مجموعة من الأشخاص، إذا الأمر خطير جدا، إذا سيحال هنا دور الوكيل العام هو التثبت من هذه الوقائع، هو يتم إحالة الملف عليه عندما يتأكد على أن الأمر يخضع لنص القانون الذي يستوجب ضرورة إحالة الملف على قاضي التحقيق، فإنه يحيل عليه الملف وينتهي هنا ينتهي دور قاضي التحقيق، دور الوكيل العام، ويبدأ دور قاضي التحقيق. قاضي التحقيق يمكنه أن يحضر إلى المحكمة على 10 ليلا ويجري تحقيقا ويتحقق من هوية الأطراف ويتحقق من الوقائع ومن غير ذلك، ويمكن أن ينتهي عمله على 4 أو 5 صباحا، وبعد ذلك يحيل الجنات على يعني أنه يتم إيداعه من السجن، ثم ينصرف على 5 أو 6 صباحا، بطبيعة الحال ينصرف. إذن من هنا تكمن أهمية الدور الذي يقوم به قاضي التحقيق، بأنه غير مرتبط بتعليمات
بأي تعليمات، وإنما هو يعني أنه يشتغل وفق النصوص القانونية، تحال عليه الملفات ودون ضرورة الاتصال به مباشرة، أنه يحال عليه الملفات الوكيل العام، توضع هذه الملفات بمكتبه، يحضر وقت ما شاء، يجري تحقيقا، يتخذ إجراء. بمعنى أنه من هنا أعطى هذه المشرع هذه الصلاحية، وأنه لم يخضعه لتعليمات أي طرف، وعمله يمكن أن يستغرق شهور متعددة، يمكن أن يستغرق مدة معينة، يتم إيداع مثلا الجنات في السجن، يستعين مثلا بعد 3 أشهر، يجري بحثا تحقيقا أوليا، ثم يرجعهم إلى السجن، ثم يجري تحقيقا ثانيا إلى غير تفصيلي، ثم يستدعي شهود، ثم إلى غير ذلك. فالتحقيق أحيانا يأخذ وقتا طويلا جدا، ولذلك أعطاه المشرع هذه المكنة يشتغل وفق الطريقة التي تحلو له، بمعنى أنه يشتغل ساعة وساعتين، يشتغل 6 ساعات متواصلة، أنه يشتغل 10 دقائق ثم ينصرف. أعطاه الحرية أنه لمسألة التحقيق، لماذا؟ يجب أن يكون القاضي المكلف بالتحقيق يجب أن يكون يعني متزنان، ويجب أن يكون يعني أنه يستخدم جميع الوسائل اللي هي الوسائل التي تؤدي إلى إظهار هذه الحقيقة، ولذلك يكون يعني أنه له حرية كاملة للقيام بهذه المهمة، لأن الأمر يتعلق بالحكم بالإعدام والمؤبد، فلذلك لا بد من التريث في إجراء تحقيق معين قصد الوصول إلى حقيقة. إذن درجة هذا بالنسبة لمحكمة الاستئناف، هذه التشكيلة الرئاسة النيابة العامة التحقيق طبيعة الحر وأثر عرف والمستشار، هذه التشكيلة بالنسبة العامة. الآن الاختصاص، ما هي القضايا التي تحال على محكمة الاستئناف؟ هو بالنسبة جميع القضايا الرائجة أمام المحكمة الابتدائية تقبل الاستئناف في حدود معينة، بمعنى أنه كان هناك أحكام ابتدائية وانتهائية في حدود معين، أحكام في حدود 5000 درهم فإن تكون أحكام لا تقبل الاستئناف، ما زاد على مبلغ 5000 درهم هو الذي يقبل الاستئناف. كان هناك قضايا بسيطة، قضايا جنحية بسيطة، وقضايا مدنية بسيطة، فلتخفيف عن محاكم الاستئناف استحدث المشرع ما يسمى بغرفة الاستئناف على مستوى محاكم الابتدائية. غرفة الاستئناف غرفة الاستئنافية بالمحكمة الابتدائية، هذه التسمية اللي اعطاها. إذن هناك غرفة استئنافية وهناك محاكم الاستئناف، فعلى مستوى المحاكم الابتدائية استحدث المشرع هذه الغرفة وبدأت تشتغل هذه الغرفة، تبت في القضايا بسيطة جدا، مثلا قضايا حواجز السير المعاقب عليها مثلا، أو قضايا المعاقب عليها مثلا بعقوبة بسيطة جدا، فإنه يتم الطعن فيها بالاستئناف، ولكن عوض أن ينتقل الملف إلى محكمة الاستئناف فإنه يظل بالمحكمة الابتدائية، ولكن تبت فيه غرفة تسمى غرفة الاستئناف، الغرفة الاستئنافية في المحكمة الابتدائية، إذن هي التي تبت. الإشكال الذي يطرح أو الذي طرح عند بدايتي عند دخول هذه قبل 2 أو 3 سنوات، عندما دخلت هذه الغرفة بدأت تشتغل على مستوى المحاكم الابتدائية، المهم طرح السؤال، طرح إشكال الهيئة القضائية. فعموما الغرف الاستئنافية كلها تبت بقضاء ثلاثي، ولكن ما هي تشكيلة هذه المحكمة على مستوى المحاكم الابتدائية؟ فنجد أنه قاضي بالمحكمة الابتدائية يبت في القضايا الابتدائية، قضايا المدنية أو قضايا الكرية إلى غير ذلك، ولكن يرأس في نفس الآن الغرفة الاستئنافية على مستوى المحاكم الابتدائية، بحيث يكون له صفة مزدوجة، هو قاضي على مستوى المحاكم الابتدائية
ولكن تحال عليه ملفات في إطار غرفة الاستئناف التي تشكل من هذا القاضي ومن قضاه من قاضيين آخرين على مستوى المحكمة الابتدائية، وتسمى هذه غرفة استئنافية. غرفة استئنافية تبت في القضايا البسيطة، ولكن أحيانا تكون بعد مثلا على مستوى بعض المحاكم الابتدائية التي لا يوجد بها موارد بشرية مهمة جدا، القضاة ما يكون مثلا عدد القضاة محدود جدا، وبالتالي هناك قضايا متعددة، ويتعين أحيانا أن تكون بعض القضايا تقتضي تشكيلة جماعية وتكون هذه الغرفة، وبالتالي يكون 5 أو 6 قضاة بمدى يعني تشكيل هذه المحاكم. والقاعدة أنه القاضي الابتدائي، ربما أنه مثلا هذا القاضي على مستوى المحكمة الابتدائية بت في مجموعة من الأحكام، تم الطعن بالاستئناف ضد هذه الأحكام، ستحال على غرفة استئناف على مستوى محاكم ابتدائية. إذا لا يمكن لهذا القاضي أن يكون عضوا بهذه الغرفة أو أن يرأس هذه الغرفة، لأنه يكون في حالة التنافي، لا يمكن، لأنه القاضي إذا سبق له الرأي أو قضى في حكم في قضية معينة فلا يحق له أن ينظر مرة ثانية على مستوى يعني محكمة الدرجة الثانية. إذا هذا هو الإشكال الذي يطرح، ولكن على أين طرح في بداية الأمر، ولكن الآن أنه بدأ تعيين بعض القضاة، يعني أنه تعزيز بعض المحاكم ببعض القضاة، وتم التغلب على الإشكال. إذن أنا نخلط بين غرفة الاستئناف على مستوى المحاكم الابتدائية وبين محاكم الاستئناف في الغرفة محاكم الاستئناف. إذن نرجع بالنسبة للقضايا التي تحال على محكمة الاستئناف، يعني التشكيلة الموجودة على مستوى المحاكم الابتدائية، الغرف يعني الهيئات، قلنا عند معالجتنا المحكمة الابتدائية أنها تبت في القضايا المدنية، القضايا العقارية، القضايا التجارية، القضايا الاجتماعية، القضايا الجنحية، قضايا الأسرة. إذن هذا النوع من الأنواع من القضايا نجدها على مستوى المحاكم الابتدائية، بمعنى أنه لنفرض أنه صدر حكم على المحكمة الابتدائية مادة مدنية، ثم مادة اجتماعية، ثم مادة قانون الأسرة إلى غير ذلك، فهذا تشكيلة الموجودة على مستوى المحاكم الابتدائية توجد على مستوى محاكم الاستئناف، تسمى غرف، غرفة المدنية، غرفة الأحوال الشخصية والعقار، الغرفة الاجتماعية، الغرفة الجنحية. والغرفة الجنحية، إذا تم الطعن فيها ضد حكم صادر على المحكمة الابتدائية في مادة المدنية، يحال على الغرفة المدنية على مستوى المحاكم، هنا هناك امتداد وامتداد في الاختصاص. المدنية يعني أنه الأحكام المدنية يطعن فيها أمام غرفة المدنية، قضايا الأسرة والعقار يطعن فيها أمام، يعني أنه تحال الملفات على غرفة الأحوال الشخصية، القضايا الاجتماعية حوائج الشغل والمنازعات إذا تم الطعن فيها تحال على الغرفة الجنحية. إذن هناك على مستوى المحاكم الابتدائية أو مستوى محاكم الاستئناف هناك نفس التخصص، بمعنى أنه هذه الغرف مشكلة المستشارين فإنه تبت في القضايا من طبيعة الحال المدنية، تبت في المدنية الاجتماعية وهكذا. إنما على مستوى محاكم الاستئناف بالإضافة إلى الغرف المدنية وغرفة الأحوال الشخصية والغرفة العقارية والاجتماعية والغرفة الجنحية، هناك غرفة تسمى غرفة الجنايات، لا توجد على مستوى محاكم ابتدائية ولا توجد في أي محكمة أخرى، وإنما توجد فقط بمحكمة الاستئناف. هذه الغرفة، غرفة الجنايات، تبت في القضايا الخطيرة جدا، إنه جميع القضايا المعاقبة عليها بأكثر من 5 سنوات تحال على هذه الغرفة. إذا لاحظنا
نفس الغرف نجدها من المحكمة الابتدائية نجدها أمام محكمة الاستئناف، ولكن إذا بحثنا أمام محكمة ابتدائية لا نجد أثرا للغرفة الجنائية، ليست هناك غرفة جنائية أمام محكمة ابتدائية. إذن المنطلق من هذه التسمية ومن هذا الاختصاص ينطلق من المحكمة، محكمة الاستئناف. في الجرائم الخطيرة جدا المعاقب عليها، جرائم يعني جرائم السرقة الموصوفة، يعني السرقة الموصوفة أفراد متعدد، يعني عصابة أو مثلا قضية الاغتصاب أو قضية مثلا خطيرة سبيل المرة أو غير ذلك، أو زوار العملة أو غير ذلك، فهذه قضايا خطيرة، قضية التسمية، قضية ضرام النار في ملك الغير، يعني هذه قضايا خطيرة جدا. و عندما نطالع مجموعة القانون الجنائي نجد أن المشريع أفرد لها يعني عقوبات مرتفعة جدا تصل إلى الإعدام. إذن هذه الجرائم، لنفرض وقعت جريمة قتل، جريمة قتل، والآن جرائم القتل أصبحت عادية، يعني أنه كل يوم نسمع على أن هناك قتل، أو خاصة قتل أصول، عندما أصبحت هذه الظاهرة قتل الأصول أصبحت متفشية في المجتمع المغربي نتيجة من طبيعة الحال هذه الحبوب التي تباع بالأخص الأثمان، وكذلك هذه المخدرات الرخيصة جدا، فالشاب يفقد طبيعة الحال يفقد صوابه، وعندما يطلب من والده أو والدته أن تمده ببعض المال وترفض فإنه ينهال عليها بسكين أو غير ذلك. فنسمع كل يوم في المغرب نسمع بأنه كان هناك قتل أصول، فهل جريمة قتل؟ نفرض أن أحد الأشخاص قتل أمه أو أباه، فالفعل هذا فعل جرمي خطير جدا، يعني أنه يزهق الروح بأنه هذا فعل من طبيعة الحال يعاقب عليه المشرع. إذن لا يحال الملف على وكيل الملك، ولكن يحال مباشرة على الوكيل العام للملك للاختصاص. فالوكيل العام هذا هو الدور ديالو، تحال عليه القضايا الخطيرة جدا والتي يستوجب اتخاذ قرار معين، فيقوم وكيل العام حسب نوعية القضايا، يقوم بطبيعة الحال يعطي أوامر للضابط القضائية للانتقال إلى أي مكان لإجراء التحريات إلى غير ذلك، وإلقاء القبض على الجاني أو الجنات إلى غير ذلك، يحررون محاضر، هذه المحاضر تحال على الوكيل العام للملك، ويحال الجنات بطبيعة الحال في نفس الآن. فلا غربة إذا لاحظنا أنه كل صباح أنه يأتي الدرك، يعني أنه الضباط الدرك أو الضباط الشرطة القضائية مختلف الدوائر التابعة لمحكمة الاستئناف، الدائرة القضائية دائرة شاسعة جدا، هناك إيمتانوت، دائرة إيمتانوت بها عدة دواوير وبها عدة، وترتكب فيها جرائم والدرك والذي يتولى التحقيق. إذن لا غربة إلا لاحظنا على أنه مجموعة من الضباط وضباط كذلك الشرطة القضائية يحيلون الجنات وهم مقيدون بطبيعة الحال بالأصفاد، ويحملون دائما يحملون ملفات، هذه الملفات والجنات تحال على وكيل العام، يعني يتسلم هذا الملف ومطبيعة الحال يتسلم الجاني، ويصبح أنه ينصرف ذلك الضابط ويبقى ذلك الشخص الموضوع تحت يعني أنه الحراسة النظرية، يبقى هنا إشارات الوكيل العام في مخفارين، هناك مجموعة من الشرطة، يعني أنه رجال الشرطة أنه يرعى، كان هناك مخفر بمحاكم الاستئناف يتم إيداع هذه الجنات داخل هذا المخفر ويتم استنطاقه من طرف الوكيل العام. طبعا الحين عندما نقول الوكيل العام لا يمكن الوكيل العام أن يجري تحقيقا شخصيا إلا في بعض القضايا الخطيرة جدا، ولكن دور نواب الوكيل العام هذا هو الدور ديال نائب الوكيل العام، دور نائب الوكيل العام هو الذي يتولى إجراء تحقيق يسمى بالنواز التحقيق، هذا البحث إذن يستنطق المتهم ويتخذ قرارا، هذا القرار إما إذا كان الأمر واضح و
يعني انه لا يدخل في اطار الجرائم التي يعني يتعين اجراء تحقيق فيها، يحيل مباشره الملف على غرفه الجنايات التي نتحدث عنها، هذه غرفه الجنايات. اذن الملفات تحال على غرفه الجنايات، ليس من المحاكم الابتدائيه وغيرها، وانما تحال عليها من طرف الوكيل العام للملك، هذا محكمه الاستئناف. إذن تحال هذه الملفات، فهذه الغرفة غرفة الجنايات، غرفة الجنايات تتشكل من ثلاث قضاة، طبعا ثلاث مستشارين، ويبتون في هذه القضايا، ولكن غالبا أنه القضايا يعني أنه الحكم الصادر عن هذه الغرفة دائما يكون خمس سنوات فما فوق، خمس سنوات، عشر سنوات، عشرين، ثلاثين، مؤبد إلى غير ذلك، إلى غير ذلك. فإذا الملفات تحال على غرفة الجنايات من طرف الوكيل العام، ولكن أحيانا عندما يتعلق الأمر بجريمة قتل وجوبا يتعين على الوكيل العام، هذا بمقتضى الصين هو ملزم بإجراء بحثين ويحيل المرف وجوبا على قضية التحقيق، يعني لا اختصاص له، لا يمكن أن ينتقد أي قرار، إنما إحالة الملف على قاضي التحقيق. إذن لنفرض أن الوكيل العام تلقى مجموعة ملفات، فإنه يصنف بطبيعة الحال، يستجيب يعني أنه يتم استجواب المتهمين، هناك بعض المتهمين يحالون مباشرة عن غرفة الجنايات، وهناك البعض يحال على قاضي التحقيق. إذن هؤلاء يحاكمون مباشرة، والصنف الآخر جرائم القتل والتسميم أو إضرام النار أو غير ذلك تحال على قاضي التحقيق. قاضي التحقيق له الوقت المتسع من الوقت لاتخاذ القرار المناسب، لأنه هو الذي يتأكد مما إذا ذلك ذاك الشخص كان أنه عند ارتكابه للفعل كان يعني كامل القوة العقلية، وبالتالي تكون مسؤولية كاملة، أو أنه في حالة الجنون مطبق أو غير ذلك، إذن هو الذي يكيف ويجري بحثا ويتحقق وينتقل إلى ويستجيب، ويعني أنه هناك مجموعة من الشهود إلى غير ذلك، فكان واحد الوقت كافي. لماذا؟ ولماذا المشرع أعطى ما هي الحكمة من إحالة هذه الملفات الخطيرة جدا على قضاء التحقيق؟ لأنه الأمر يتعلق بالإعدام، الأمر يتعلق بالحكم بالسجن المؤبد، فكثير كثير من الأخطاء ثبت أن بعض الأشخاص الذين أحيلوا على جريمة القتل، يعني على قضية التحقيق من أجل القتل، أنهم أبرياء، هم أبرياء كثير من الملفات. وهناك ملف معروف في مراكش، كان حدث قبل تقريبا 30 سنة، كان الكل يعني كان أحد الأشخاص يتاجر في السمك، وكان معروف في الرحبه، يعني الرحبه القديمه تسمى الرحبه القديمه، بها متاجر ديال السمك الى غير ذلك الخضر، وكان هذا الشخص انه يتاجر في السمك كان معروف، وكان يقتن بجانب المحل الذي كان يشتغل به. ثم احد الايام يعني فوجئ الكل على انه تم يعني انه قتل هذا الشخص بشكل بشع، كذلك زوجته وكذلك بنتين، كان عنده جوج البنات والزوجة ديال ذلك الذي قام بهذه العملية القتل، ثبت على انه اولا اجاز على 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 الزوجة بعدما اغتصبها، ثم قتل الفتاتين، ثم انتظر حضور هذا يعني هذا بائع السمك وترصد له، وبمجرد دخوله الى المنزل لتناول الفطور الصباح قتله بدوره ثم انصرف. فاعتقل احد الاشخاص، وقدم الى المحاكمه وحكم عليه، يعني انه حكم عليه بالمؤبد بالاعدام. ومن حسن الظن ان الحكم القاضي بالاعدام لا ينفذ، لانه
ربما أنه يكون يمكن أن يصدر عفو هذا المؤبد يتحول إلى الإعدام يتحول إلى مؤبد والمؤبد يتحول إلى محدد إلى غير ذلك. من حسن هذا الشخص أنه ظل بالسجن فبعد أكثر من 5 سنوات ضبط أحد الأشخاص في أكادير ارتكب جريمة قتل في أكادير وهو يشتغل في بيع السمك، ثم اعترف بأنه هو الذي ارتكب ذلك الفعل الذي كان ضحيته، إنه كان يشتغل عند لدى هذا الشخص وحدث نزاع بينهما والانتقام منه انقطع على زوجته وعلى ذاته ثم قتله، فأصبحت هذه القضية أصبحت مشهورة. فذلك الشخص الذي كان قابعا في السجن يقضي هذه العقوبة تم الإفراج عنه، ومع الأسف الشديد على أنه مثل هذه الأخطاء لا تعوض في المغرب، لا تعوض في المغرب، لأنه آمن النيابة العامة، أمل لا يمكن أن يخضع النيابة العامة لا تخضع للمساءلة، وبالتالي من قضى مدة معينة وكان يعني أنه ضحية خطأ قضائي فإنه بطبيعة الحال إذا تقدم بدعوان أجل التعويض فإن هذه الدعوة تكون بطبيعة الحال مرفوضة. ولكن صدر في هذا الأسبوع الذي نحن في هذا الأسبوع الذي هذا الأسبوع هذا أنه صدر حكم أعتقد يوم الاثنين أو الثلاثاء، يوم الاثنين أو الثلاثاء 27 أو 28 أبريل 2015 صدر حكم عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء. هذا الحكم قضى لفائدة أحد الأشخاص الذي سجن خطأ، قضى لفائدته بمبلغ 80,000 درهم، 8 ملايين. وهذه هي سابقة في المغرب، ربما المنطلق في المستقبل سنرى أن بعض الملفات ستحال على القضاء لمساءلة الدولة عن الأخطاء ديال الدولة. وهذا الشخص يعني أنه المحامي أسس دعوى على مساءلة الدولة على الخطأ ديال الدولة، واستجابت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء لهذا الطلب وقضت لفائدته ببلغ 8,000 درهم. وربما ستكون هذه سابقة قضائية، ربما ستؤسس عليها بعض المقالات يعني بعض المقالات في المستقبل. إذا بالنسبة فصلت بالنسبة لهذه الغرف الجنائية، لأن هذه غرفة يعني على مستوى محاكم الاستئناف. هذه غرفة الجنايات، إذا محاكم الاستئناف هناك هذه الغرفة، غرف مدنية اجتماعية مدنية تجارية إلى غير ذلك إلى غير ذلك. غرفة الجنايات، هذه غرفة الجنايات كانت تحل عليها قضايا، هذه القضايا التي كنا نتحدث عنها. وكانت هذه الغرفة الجنايات وحيدة على مستوى محاكم الاستئناف، وإذا نطقت بحكم معين وكان محل طعنين فإن الملف محام مباشرة يحال على المجلس الأعلى، بمعنى أنه القضايا الخطيرة جدا نجد أن هناك مرحلة هي مرحلة على مستوى محاكم الاستئناف ومرحلة المجلس الأعلى الذي محكمة قانون وليس بدرجة من درجة التقاضي. إذا المشرع ماذا فعل؟ استحدث غرفة الجنايات الاستئنافية على مستوى محاكم الاستئناف. إذا هنا الآن أمام محكمة الاستئناف نجد غرفة الجنايات ونجد غرفة الجنايات الاستئنافية داخل نفس المحكمة، وتعقد جلساتها هذه غرفة الجنايات الاستئنافية تبت في القضايا المطعون فيها، القضايا الصادرة عن غرفة الجنايات، وينتقل الملف من القاعة 2 مثلا مراكش من القاعة رقم 2 إلى القاعة رقم 3. إذا نجد أن غرفة الجنايات الأولى تعقد جلساتها مثلا يوم الثلاثاء، ويوم الأربعاء تعقد غرفة الجنايات الاستئنافية جلساتها وتبت في القضايا المطعون فيها الصادرة عن غرفة الجنايات. إنما الاختلاف أنه هذه الغرفة جميع غرف أمام محكمة الاستئناف تبت بقضاء جماعي 3 قضاة. على مستوى محاكم الاستئناف يعني غرفة الجنايات الاستئنافية على مستوى محاكم الاستئناف تتشكل من 5 قضاة، وتنظر في القضايا الصادرة عن غرفة الجنايات. إذن يعني المشرع حقيقة أنه تدرك الأمر واستحدث هذه الغرفة، وأصبح التقاضي في القضايا الجنائية على مستوى درجتين، الدرجة الأولى ثم الدرجة الثانية ثم بطبيعة الحال محكمة النقض.
إذن هذه تشكيلة داخل محاكم الاستئناف. إذن هذه الغرف بها تبت في هذه القضايا التي تحدثنا عنها. هناك غرفة أخرى غرفة الإحداث، أشخاص الذين يقل عمرهم عن 18 سنة يسمى حدثا، فله هذه غرفة الإحداث تتشكل كذلك من ثلاث قضاة تبت في يعني قضايا الصادرة عن غرفة الإحداث على مستوى المحاكم الابتدائية المطعون فيها بالاستئناف. فمحكمة الابتدائية بها غرفة، غرفة الإحداث تحاكم وتبت في القضايا ل 18 سنة فما يعني فما أدنى. إذا صدر حكم عن هذه الغرفة وغالبا أن هذه الأحكام الصادرة عن الغرفة تكون أحكام راجعة نسبيا، يتم إما التوبيخ، تبدأ بالتوبيخ الإنذار والتوبيخ أو بتسليم الحدث إذا ارتكب حدث مثلا في المعين تسليمه إلى أهله يعني تحت المراقبة أو بغرامة أو بتعويض ضد المسؤول المدني أو بغير ذلك. فالحكم الصادر عن غرفة الأحداث على مستوى المحكمة الابتدائية يتم النظر فيه استئنافيا أمام غرفة الأحداث بحكمة الاستئناف. الاختلاف بين غرفة الأحداث وبين هذه الغرف التي تحدثنا عنها هو أن غرفة الأحداث تبت بحضور فقط الهيئة التي تبت والحدث ودفاعه فقط، يعني أنها تكون سرية بخلاف يعني هذا بطبيعة الحال بخلاف جميع الجلسات التي تكون علنية. إذن تشكيلة المحاكم بالنسبة للمحاكم الاستئناف، محاكم الاستئناف تتشكل مما ذكرنا، يعني أنه هي الأم، هي هذه المحكمة هي بطبيعة الحال. ولماذا محكمة الاستئناف ولماذا نسمي كما قلنا أنه الوكيل العام ولماذا نسمي الرئيس الأول؟ لأنه عدة دوائر فتصب في هذه محكمة الاستئناف القضايا التابعة للدائرة، فأصحاب القلعة يتعانون بالاستئناف تحال الملفات على محكمة الاستئناف مراكش من تانوس كذلك. إنما لتقريب القضاء من المواطنين أنه الآن المشرع سمح بانتقال غرفة، مثلا هناك غرفة جنحية على مستوى محاكم الاستئناف، وعندما نقول غرفة مثلا بالنسبة للقضايا المدنية راه ليست هناك غرفة واحدة، راه كاين ثلاث غرف وكل غرفة تسمى غرفة مدنية. غرفة مدنية تعقد جلسة يوم الاثنين، كاين الغرفة الأخرى تعقد جلسة يوم الخميس، أخرى يوم الثلاثاء، ولكن كلها تسمى الغرف المدنية. غرف المدنية تتشكل بطبيعة الحال من قضاة اللي هما الهيئة الأولى عندها ثلاث قضاة، الهيئة الثانية ثلاث قضاة بأسماء كذا قد إلى غير ذلك. إذن الغرفة الجنحية ليست هناك غرفة جنحية واحدة وإنما عدة غرف. هناك مثلا على مستوى محاكم مراكش كان غرفة جنحية تعقد جلسة يوم الاثنين وتعقد جلسة يوم الأربعاء يوم الجمعة في غرفة محددة معينة، غرفة تسمى غرف، ولكن الأولى تتشكل من ثلاث قضاة، غرفة يوم الأربعاء من ثلاث قضاة، وغرفة يوم الجمعة من ثلاث قضاة. بالنسبة يوم الثلاثاء أو يوم الخميس تعقد غرفة الجنايات تعقد جلسة في نفس القاعة، لأنه بطبيعة الحال محكمة الاستئناف مراكش بها ثلاث غرف ثلاث قاعات فقط، وهذه القاعات يعني أنه تتداول على هذه القاعات عدة غرف، غرفة الجنحية، الغرفة الجنحية الأولى، الغرفة الجنحية الثانية، غرفة الجنايات في نفس القاعة. والغرفة الجنحية يعني الغرفة كان هنا غرفة الأولى غرفة صغيرة جدا بالنسبة للقضايا جدا، قضايا الاجتماعية، قضايا بعض القضايا المدنية، يعني هذه قضايا لا تستوجب أنه وجود طاولات أو كراسي أو غير ذلك، فيقع. ولكن بالنسبة للغرفة اللي يعني القاعة التي تعقد فيها غرف الجنايات وغرف الجنح جلساتها هذه تستوجب يجب أن تكون قاعة كبيرة، وهي بالفعل قاعة كبيرة. لماذا؟ لأنه يكون هناك مجموعة من المعتقلين
وهذا من المعتقلين يمكنه إما في إطار القضايا الجنحية أو في إطار القضايا الجنائية. وعندما يتم إحضار هؤلاء المعتقل الجنات يتم تخصيص يعني جزء من القاعة، جزء كبير من القاعة، ويكون محاطا بجميع يعني مجموعة من رجال الشرطة، يعني يحرسون هؤلاء بطبيعة الحال، لأنه ثبت الآن على أنه بعض الجنات هم متخصصون. وأثناء محاكمته كما وقع في مراكش وكما وقع مؤخرا في الطرابلس، أنه جاني يكون أثناء محاكمته على أنه يقوم بحركة معينة ويفر من المحكمة، يعني أنه تخرج من المحكمة أمام أنظار كله بالقوة إلى آخره، وتكون مجاوته يكون أحد الأشخاص مثلا ينتظره بسيارته غير ذلك، على شكل أفلام. يعني حدث مؤخرا في مدينة الطرابلس وحدث في مراكش، حدث في مراكش أكثر من مرة، على أنه المعتقل يكون محاطا بمجموعة من رجال الشرطة بالهيئة القضائية بالدفاع، ولكن يستغل فرصة ثم يفر. إذن هذه هي الغرف التي تشكل منها محكمة الاستئناف، فهي محكمة بطبيعة الحال تحاب عليها قضايا متعددة جدا، ولذلك أنا نرى حضور مكتف لرجال الأمن. إذن عالجنا هذه المحكمة، وعالجنا المحكمة التجارية، وعالجنا المحكمة الإدارية. إذن هذه المحكمة الاستئناف لا علاقة بالمحكمة الابتدائية فقط. هناك محاكم تجارية التي تحدثنا عنها، والتي قلنا عليها تتشكل من رئيس ومن نواب الرئيس ومن قضاة ومن نيابة العامة ومن نواب إلى غير ذلك. استحدثنا مشرع محكمة الاستئناف التجارية، بمعنى لا تخصص واحد، وهو البت في يعني انه البت في القضايا المطعون فيها الصادرة عن المحاكم التجارية. إذن تشكيلة، لدينا محاكم ابتدائية هناك محاكم الاستئناف، لدينا محاكم تجارية هناك محاكم الاستئناف التجارية، ولدينا محاكم إدارية هناك محاكم الاستئناف الإدارية. إذن محاكم الاستئناف التجارية لها قاسم مشترك مع المحكمة الابتدائية من حيث تشكيلها، تتشكل كذلك من الرئيس الأول لدى محكمة الاستئناف التجارية، من رؤساء الغرف لدى محكمة الاستئناف التجارية، من المستشارين لدى المحكمة التجارية، من كتابة الضبط نفس التشكيلة على مستوى المحاكم، من وكيل العام، تتشكل من جناح الآخر من جانب الآخر، من الوكيل العام للمالك لدى المحكمة التجارية، نواب الوكيل العام للمالك لدى المحكمة التجارية، كتابة نيابة العامة. ولكن كما قلت في المحكمة التجارية، فهذا دور النيابة العامة على مستوى محاكم الاستئناف التجارية ومحاكم الاستئناف دور باهت، قلت راه لا دور له، راه لا يقوم بأي دور. هناك تسمية فقط، هناك بعض الملفات التي تستوجب إبداء الرأي تحال على الوكيل العام من أجل إبداء الرأي، مثلا شركة فرنسية تتاجر في لحم الخنزير، وصنع منه بعض المأكولات، وهي تشتغل في فرنسا بشكل عادي ولا عدة فروع بشكل فرنسا، أرادت أن تفتح فرع لها بالمغرب نظرا لكثرة فرنسيين مترددين أو غير ذلك، أرادت أن تنشئ شركة داخل المغرب تبيع كذلك لحم الخنزير. انتبهت الحال، ستدلي بالنظام الأساسي لهذه الشركة وستتقدم وتقول على أنه هناك نظام أساسي موثق من طرف واحد موثق الفرنسي إلى غير ذلك، تبين يعني أنه رأس مالها إلى غير ذلك إلى غير ذلك، وتطالب بفتح فرع لها بالمغرب. سيب حال هذا الأمر، تسمى هذه الشركة لا يمكن لشركة معينة حتى ولو كان لها نظام أساسي إلى غير ذلك أجنبية أن تفتح أي فرع لها في المغرب إلا إذا تقدمت بطلب من طرف تديل عقد الشركة بالصيغة التنفيذية، ما يسمى بتديل عقد الشركة بالصيغة التنفيذية. فهذا طلب تديل يقدم بما أنها هي شركة، بما أننا
قضاء متخصص وهي المحكمة التجارية ستتقدم بطلبين أمام المحكمة التجارية من أجل تجهيل النظام الأساسي الموجود اليوم اللي هو محرر بفرنسا ومن أجل فتح فرع لها بالمغرب. والموضوع هو التجار في مادة الخنزير. طيب عندما يحال الأمر على محكمة تجارية يحال على هيئة ولاتية هي التي تبت في قضية التدير. والتدير ما معناه؟ التدير أنه الحكم بأنه هذه الشركة جاء إلى آخره، سأشرح التدير. عليه سيحال الطلب على هذه الغرفة. هذه الغرفة هي ملزمة بما أن هناك عقد أجنبي خارج المغرب وسيتم فتح فرع لها داخل المغرب. هناك من يراقب المجتمع في المغرب ومن ينوب المجتمع وهي النيابة العامة. إذن سيحال قبل البت في هذا الطلب من أجل التجهيز لا بد سيحال الملف على النيابة العامة على مستوى المحكمة التجارية. هنا في تيكون الدور ديالها أمام المحكمة التجارية، دور النيابة العامة يحالوا على هذا الملف لإبداء الرأي لتقديم مستنداتها. هات النيابة العامة ستبحث بطبيعة الحال في القانون الأساسي، ولكن عندما ستقف على الأمر يتعلق بالاتجار في مادة الخنزير هنا بطبيعة الحال تقول على أنه أركان، يعني أنه العقد أي عقد في المغرب لابد أن يكون له محل مشروع، المحل يجب أن يكون مشروع موضوع أي حاجة. وهذا الركن الأساسي هل هو موجود؟ واش مشروع هذا العملية التجارة في محمد الخنزير؟ هناك نص قانوني بأنه لا يمكن التجارة في يدخل في أعمال النجسة، ما يمكنش هذا يعمله يعتبره نجس بالنسبة لنا الشريعة الإسلامية، وبأنه وإن كانت سيغلف بأنه سيباع ذلك الحمر الخنزير إلى الأجانب، ولكن مع ذلك أنه النيابة العامة سترفض لأنه يمكن أن يباع للمغاربة، وبالتالي هذه النيابة العامة فإنها تلتمس الحكم برفض الطلب. رفض الطلب كتبدي برأيها باسم المجتمع وتقول نلتمس من المحكمة الحكم برفض الطلب بمعنى عدم تجهيل هذا الحكم، بمعنى عدم الترخيص لهذه الشركة بإحداث هذا المسألة. لماذا؟ لأنه إن كان بأنه سيباع للفرنسيين أو للأجانب فإنه سيباع كذلك للمغاربة، وخير مثال على ذلك فالخمر يباع في طبيعة الحال، وهو طبيعة الحال عندما يتم الترخيص لمتجر من أجل بيع الخمر وهو تقول أن يباع لغير المسلمين، والحال على أننا نلاحظ أنه يباع أساسا للمسلمين، وبالتالي فالنيابة العامة ستطعن وستقول على أنه الحكم برفض الطلب. ومحكمة تجارية هنا ستقضي برفض الطلب نظرا لمخالفته لما يسمى بالنظام العام المغربي. هذا مخالف للنظام العام المغربي، والنظام العام المغربي يستجيب أن يكون الشيء المعروض للبيع أن يكون حلالا، وبالتالي لا يمكن الترخيص لبيع مثل هذا المنتوج، ولذلك لا يمكن تجهيل الحكم العقد بالصيغة التنفيذية. ربما نسأل ما هو التجهيل، ما المقصود بالتجهيل؟ التجهيل هو إضفاء الشرعية على عقد معين أو بصيغة، هو نلبس دابا أي عقد أو أي قانون أتانا من الخارج. لدينا حدود في المغرب، فعندما يتجاوز هذه الحدود ولكي يسري داخل المغرب لا بد من إخضاعه للقانون المغربي. وهذا القانون المغربي بمعنى أنه بصفة عامة أن نلبسه ذلك الجلباب المغربي حتى يصبح مغربيا، وبالتالي إذا كان مخالفا للقانون المغربي للنظام العام المغربي. إحنا لدينا نظام خاص بنا، فإننا نرفض القضاء يرفض أن يديل. ومعنى تديل القضاء ماذا يقول؟
الحكم بتجييل العقد بالصيغة التنفيذية. الصيغة التنفيذية بمعنى هناك طابع بالمحكمة بالمحاكم مختلف المحاكم المغرب هناك طابع، هذا الطابع هو مربع مستطيل، يعني ليس مربع فون ولكن مستطيل وصغير ومستطيل، وهذا الطابع يوضع على هذه العقود أو على العقود المبرمة في الخارج وتجي تسمى التجييل. ولماذا هذا المصطلح التجييل؟ إنه يوضع ديل ديل العقد، يوضع في أسفل العقد. وماذا يوجد بهذا الطابع؟ يوجد به تعليمات من الملك، الملك هو الذي يتحدث، يقول الملك في هذا الطابع يأمر جلالتنا، بمعنى الملك المغربي يتحدث، يأمر جلالتنا جميع الأعوان والوكلاء العامون ومختلف المصالح بالسهر على تنفيذ هذا الحكم وإعطاء المساعدة إلى غير ذلك إلى غير ذلك. هذا هو التجييل، يعني الطابع الحكم أو العقد اللي ما فيهش هذا الطابع ديال التجييل راه يكون غير قابل للتطبيق في المغرب، لأنه عندنا نظامنا خاص، عندنا النظام العام ديالنا خاص. ما يمكنش شركة تهيئ الدور للدعارة في فرنسا تريد أن تفتح فرع لها في المغرب وتقول بأنه سأعدها للمزيد للفرنسيين فقط، ما يمكنش. حنا عندنا نظام قانون مغربي، كل ما هو خارج إطار الشريعة الإسلامية والشيطان ما فهذا يكون مرفوضا، وبالتالي لا يمكن تجيله. ما يمكنش الملك يعطي التعليمات ديالو ويقول يأمر جلالتنا، ما يمكنش إلا إذا كان ذلك الشيء الآتي من الخارج موافقا للنظام العام المغربي. وبالتالي المنطلق هو أنه دور النيابة العامة على المحكمة مستوى محاكم التجارية، هذا هو الدور ديالها، وبعد العقود تحال عليها لتقديم مستنجاتها. دور الوكيل العام أمام محكمة التجارية هو نفس الدور، عندما يطعنوا لنفرض أن هذه الشركة صدر حكم برفض الطلب وستتعرض، يعني أنه ستطعن بالاستئناف ضد القرار الصادر للمحكمة التجارية، سيحال الملف على المحكمة الاستئناف التجارية وسيحال على غرفة، وقبل البت في هذا النزاع سيحال على الوكيل العام لعاود ثاني لإبداء الرأي، وسيقول نعم أنه المحكمة الابتدائية كانت على صواب لما قالت برفض الطلب لأن ذلك يخالف النظام العام المغربي، وبالتالي نحن النيابة العامة نلتمس تأييد الحكم الابتدائي القاضي برفض الطلب. إذن نلاحظ على أنه مستوى هذه المحاكم هو مستوى باهت جدا، مستوى جل النيابة العامة باهت جدا، له دور له سيارة له امتيازات فقط، ولكن ليس له سلطة ولا. إذا مثلا وقف الوكيل العام للملك أمام محكمة الاستئناف مع الوكيل العام للملك أمام محكمة الاستئناف التجارية، نجد أن الأول له سلطات، أنه له سلطات والذي يعطي أوامره بالضابطة القضائية ومطبيعة الحال يعتقل ويؤهل وغير ذلك ويقدم في حالات صراح ويحفظ الملفات، سلطات واسعة جدا. محكمة الاستئناف الوكيل العام لا دور له، دور بيت كما قلت في المحكمة الابتدائية. الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف، الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف التجارية، فإن دمائما أنه الحكم الصادر بتأييد مثلا تأييد كذا والقابل للتنفيذ، فقسم التنفيذ بالمحكمة التجارية هو الذي يسهر على التنفيذ، قسم التنفيذ هو الذي يسهر على التنفيذ. إذن ليس هناك أي مكتب للتنفيذ على مستوى محاكم الاستئناف التجارية، دائما نرجع إلى الأصل اللي هي المحكمة الابتدائية اللي فيها قسم التنفيذ. إذن يصدر الحكم على المحكمة التجارية، يتم الطعن فيه بالاستئناف في محكمة الاستئناف التجارية، عندما تؤيد حكم معين من يعنيه الأمر يتقدم بطلب التنفيذ أمام المحكمة التجارية، لأنه هي التي يوجد بها قسم وهي التي يوجد بها القاضي المتكلف بتتبع إجراءات التنفيذ. قلنا على أنه هناك قاضي في المحكمة الاستئناف أنه يتتبع إجراءات التنفيذ، يراقب ملف التنفيذ، وهناك قاضي منتدب الذي تحال عليه قضايا هي صعوبة المقاولة. إذا المحكمة التجارية فيها ما يميزها عن المحكمة الابتدائية، تختص في قضاء متخصص اللي هو القضايا التجارية،
فيها رئيس أول، فيها رئيس، فيها نواب، فيها كذا، فيها وكيل، وكيل ملك، فيها نواب إلى ذلك، فيها القاضي المكلف بتتبع إجراءات التنفيذ، فيها القاضي المنتدب الذي تحال عليه قضايا صعوبة المقاولة. هذا كاين هناك قاضي على مستوى محاكم تجارية يسمى بقاضي المنتدب مكلف بالقضايا صعوبة المقاولة، ما كان يسمى بقضايا الإفلاس، ولكن المشرع تخلى عن السمية القديمة وأصبح يسمى ذلك بقضايا صعوبة المقاولة. مثلا معمل أنه يشغل عدد من العمال، أنه الظروف الاقتصادية لم تسمح له طبيعة الحال، لأنه ليس هناك رواج للمنتوج إلى غير ذلك، فيجد نفسه أنه لا يغطي المصاريف، هناك عدة مصاريف، ليس هناك مداخل، إذن هناك صعوبة في المقاولة. إذن ماذا؟ إذن يحال الملف على واحد القاضي تسمى قاضي المنتدب مكلف بالصعوبة، صعوبة المقاولة. هاد التسميات لا نجدها في محاكم أخرى، لا نجدها المحكمة الابتدائية ولا محكمة الاستئناف ولا إلى ذلك. إذن بصفة عامة الأمر على مستوى محاكم الاستئناف التجارية هو أمر عادي جدا، تنظر في القضايا التجارية قضايا الطعون لطرح أحكام الصادرة للمحاكم التجارية. لأن ننتقل لمحاكم الاستئناف الإدارية، محاكم الاستئناف الإدارية قلنا على أن محاكم الإدارية للتذكير، قلنا على أنها يعني تتألف من رئيس ومن نواب الرئيس ومن قضاة ومن كتابة الضبط، وقلنا ليس هناك جناح آخر، بل هناك مؤسسة أخرى اللي هي مؤسسة المفوض الملكي، وقلنا على هذا المفوض الملكي يشتغل بمفرده، ليس له أعوان وليس له نواب، كان قاضي، كان هذا القاضي هذا المفوض الملكي، وهذا المفوض الملكي هو قاضي أصلا، ولكن قلنا يتم تعيينه لمدة سنتين من طبيعة الحال من طرف رئيس المحكمة باقتراح من الجمعية العمومية. دائما رئيس المحكمة هو الذي يعين باقتراح من الجمعية العمومية، وكان يجد هذا التعيين حتى مسمى محاكم ابتدائية، يعين القاضي التحقيق باقتراح من الجمعية العمومية. إذن هنا باش نبقاو في محكمة إدارية، إذن فيها جناح ديال، ها هو جناح ديال الرئاسة، ها الرئيس، ها نواب الرئيس، ها القضاة، ها كتابة الضبط. الجناح الآخر فيه مفوض ملكي، هذا المفوض الملكي دوره هو الدفاع عن الحق والقانون، هذا هو الدور ديالو. بطبيعة الحال عند إحداث هذه محكمة الاستئناف، محكمة المحاكم الإدارية، عند إحداثها أحدثت هذه المحاكم، وعندما يتم الطعن ضد قرار صادر عن المحكمة التجارية يحال إلى الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى، بمعنى كان ديما كانت درجة التقاضي، وكان طعن من محكمة مجلس الأعلى اللي محكمة النقد حاليا، بحال شأن ديك الغرف، غرف الاستئناف اللي قلنا. إذن هذا هو اللي كيميز محاكم الاستئناف الإدارية. بالنسبة للمحاكم التجارية، لما أحدث المشتري المحاكم التجارية أحدث المحاكم الاستئناف التجارية في نفس الآن جوج. بالنسبة للمحاكم الإدارية حدث المحاكم الإدارية وخلى القضايا المطعون فيها من اختصاص المجلس الأعلى، ولكن بعد ذلك استحدث محاكم الاستئناف الإدارية، وقال على أنه هذه محاكم الاستئناف الإدارية تنظر في القضايا المطعون فيها الصادرة على المحاكم الإدارية. إذن بما أن المحاكم الاستئناف قلنا هذه تشكيلة، راه نجد نفس التشكيلة من محكمة الاستئناف الإدارية، نفس التشكيلة، كان نجد الرئيس اللي كنسميه الرئيس الأول لدى محكمة الاستئناف الإدارية، رؤساء الغرف لدى محكمة الاستئناف الإدارية، المستشارون، والنيابة العامة، نفس التشكيلة. وفي الجناح الآخر ليس هناك نيابة العامة، ولكن هناك مؤسسة المفوض الملكي. إذن نفس التشكيلة مع هي مع تغيير في التسمية، هنا كنسميو رئيس المحكمة الإدارية، هنا كنسميو الرئيس الأول المحكمة الإدارية، هنا كنسميو
نواب الرئيس هنا كنسميو رؤساء الغرب، هنا كنسميو القضاة، هنا كنسميو المستشار على غير المحاكم الاستئناف والنيابه العامه وكتابه الضبط. اذن والمفوض الملكي، هذا المفوض الملكي يقوم بدور ولكن لا يحضر المداولات، هو يختم مستنداته يرافع ولكن لا يحضر اثناء تداول في الملف، انه هو طرف. لماذا؟ لانه هو طرف. بحال النيابه العامه لا تحضر اثناء المداوله على مستوى المحاكم الاخرى، لا المحكمه الابتدائيه ولا الاستئناف ولا الغرف الجنائيات ولا غيرها، النيابه العامه ترافع وتنسحب. المفوض الملكي كذلك يقدم مستنداته يرافع وينسحب وينتظر الحكم مثله مثل باقي الاطراف. اذا هذا هو الدور ديالو. بالنسبه لدور رئيس المحكمه محاكم الاستئناف بصفه عامه، دور الرؤساء الاولون لمحاكم الاستئناف بصفه عامه سواء محكمه الاستئناف او التجاريه او الاداريه على مستوى محاكم الاستئناف، له هذاك الدور كذلك اللي هو يبتون في القضايا الاستئجاريه. هناك بعض القضايا الاستئجاريه تستوجب النظر بسرعه، اعطى الاختصاص المشريع، اعطى الاختصاص لهذه محكمات الاستئناف. محكمه الاستئناف رئيس محكمه الاستئناف الاداريه هو الذي بطبيعه الحال يبت في هذه القضايا الاستئجاريه. هنا بقي ان نشير الى ان جميع احكام قرارات صادره على محاكم الاستئناف على المحاكم الاداريه تقبل الطعن ما عدا ما يتعلق بالماده الانتخابيه، هذه بطبيعه الحال لا تقبل الطعن امام محكمه النقد المجلس على سابقا. اذا وحد المشرع هذه المحاكم، كل هذه المحاكم، محاكم هنا نبدا من التوضيح، المحاكم على مستوى المحاكم الابتدائيه والتجاريه والاداريه تسمى محاكم الدرجه الاولى. محاكم الاستئناف ومحاكم الاستئناف الاداريه ومحاكم الاستئناف التجاريه تسمى محاكم الدرجه الثانيه، بمعنى هذه تطبق القانون وهذه تطبق القانون. محاكم الاستئناف تصحح الاحكام الصادره على محاكم الاستئناف، لا دور هنا، يمكن ان تلغي الحكم، يمكن ان تؤيد الحكم، يمكن ان ترفعها، يمكن انه تلغي، يمكن انه تؤيد الحكم الصادر على مستوى المحاكم، يمكن انها ترفع، تتصدى وتترفع، ولا كتأيد وتترفع. مثلا نعطيو مثال ديال حادثة السير، شخص ارتكب حادثة السير وحيل الملف على المحكمة الابتدائية، قضى بتعويض لفائدة هذا الشخص، أو مثلا شخص ضرب شخص آخر بسكين حدث له ضررا، أو شخص سرق حقيبة سيدة وأتلفها وبها مجوهرات ثمينة ويتم إلقاء القبض على هذا الشخص أو لا ولا الشخص وحيل على المحكمة الابتدائية. المحكمة الابتدائية بطبيعة الحال إذا ثبت لها الفعل المنسوب إلى المتهم ستقضي بعقوبة حبسية مقررة مجموعة القانون الجنائي. وللضحية مثلا هذه السيدة التي فقدت هذه الحقيبة التي بها مجوهرات ثمينة ستقضي لها بتعويض إذا أثبتت السيدة أنه فعل بفعل وأثبتت بوثائق وبإصالات إلى غير ذلك بأنه هذه الجوهرات ستقضي لها بتعويض، تعويض يمكن أن يوازي الضرر ما فقده، أو لشخص مثلا استهدف لاعتداء شنيع ثم بطر يديه وهو مثلا هو مهندس، هذا مهندس توبوغرافي ويشتغل بيده اليمنى، هي هذه مشات ليه اليد اليمنى، لأننا وسيلة إذن التعويض سيكون مرتفع جدا. طيب نفرض أن المحكمة الابتدائية قضت بهذا الشكل وتم الطعن فيه من طرف المتهم لأنه جاء الحكم مرتفع جدا، من طرف النيابة العامة التي قدمته للمحاكمة جاء الحكم منخفض، من طرف الضحية التي حكم له بالتعويض لأنه التعويض لم يرمم الأضرار. إذا محكمة الاستئناف هنا يمكن تلغي الحكم إذا تثبت لها بأنه الأسباب البراءة، يمكن أنه ترفع
حكمات 10 سنين هي المحكمة التي سنة تحكم 15 سنة. يمكن حكمات بالتعويض أنه التعويض مثلا جاء 10 مليون يمكن يدير 100 مليون. إذا المحكمة عندها صلاحية مطلقة تعتبر درجة ثانية من التقاضي. جميع المحاكم الاستئناف هذا هو الدور ديالها. هناك سنرى محكمة النقد التي أصبحت تحمل هذه الاسمية هذا الاسم قبل شهور. كانت تسمى مجلس الأعلى. هذا المجلس الأعلى أو محكمة النقد هي اللي توحد. سنرى دور محكمة النقد. ولكن ليس لا تعتبر درجة من درجة التقاضي. درجة التقاضي تنتهي عند محاكم الاستئناف. محكمة النقد هي محكمة قانون. عندها واحد الدور كما سوف نرى. الدور هو مراقبة أعمال هاد المحاكم. لا تبت ما كتحكمش وانما تراقب واش المحكمه طبقت القانون ولا لم تطبقه. اذا طبقت القانون تتقول لها جيد طيب الحكم يعني صائب. اذا ما طبقتش تقول لها شيء عندك فاسد ترجعوا كتلغي. هذا هو دور ديال 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 اذا عالجنا الان قضاء القرب المحكمه الابتدائيه محكمه الاستئناف المحكمه التجاريه محكمه الإدارية ثم محكمة الاستئناف ثم محكمة الاستئناف الإدارية ثم محاكم الاستئناف التجارية. هنا بقي أن أشير إلى محكمة أخرى. هذه المحكمة هي المحكمة العسكرية. قبل أن ننتقل إلى محكمة النقد المحكمة العسكرية. المحكمة العسكرية كما يدل عليها اسمها كان هناك محكمة واحدة في المغرب يوجد مقرها بالرباط قرب القيادة العليا للدرك الملكي. أنشئت سنة 1956 وعادة الاستقلال. وكما يدل عليها اسمها هي محكمة عسكرية تتسم بنوع من الصرامة وبها قضاة يعني يتحدث عن الوضع الحالي عن الآن القانون أو المحكمة التي لا زالت تشتغل الآن لا زالت تشتغل الآن. هذه المحكمة الآن ستعتاد عنها بإيجاز. قلت على أنها واحدة في المغرب تتشكل جميع يعني الأجهزة كلهم ينتمون إلى القوات المسلحة. نجد طبيعة الحال رئيس المحكمة ولكن الذي هم هي الهيئة القضائية. الهيئة القضائية تتشكل من ضباط حسب طبيعة الحال ضباط وهؤلاء الضباط يشتغلون بطبيعة الحال ينتمون إلى القضاء العسكري فنجد المدني الوحيد هو رئيس الهيئة الرئيس الذي يعني أنه مستشار الذي يرأس الهيئة. الباقي كلهم جنود عضوية ضابطين. نجد يعني كتاب الضبط لا يسمون كتاب الضبط إنه مستكتبو الضبط كتاب ومستكتبو الضبط. هناك تسمية ديال الوكيل العام الوكيل الملك يسمى مندوب الحكومة تسمية مختلفة. هناك قاضي التحقيق وهناك الذين يشتغلون كلهم جنود. بمعنى أنه عندما تدخل إلى هذه المحكمة محكمة العسكرية هناك هيبة هيبة السكنة العسكرية نجدها طبيعة الحال ممتدة إلى المحكمة العسكرية. نجد هناك صمت الاحترام بالفعل لأنه ليس أنه الانضباط تام عندنا هناك جنود يحرصوا يعني انه يتولون حراسه باستمرار يوجهنا المتقاضين يعني ان هناك انضباط داخل هذه المحكمه. انما هذه المحكمه الان التي لا زالت تشتغل تعتبر محكمه استثنائيه. لماذا؟ لانها لا تخضع للقانون المغربي للقانون يعني عفوا للقانون الجنائي وقانون المصدر الجنائية وغير ذلك تخضع لقانون العدل العسكري. هناك قانون العدل العسكري قانون صارم جدا. هذه المحكمة تحاكم جنود
الضباط ضباط الصف، هو المهم الضباط في السفن العامة إلى درجة كولونيل دو ديفيزيون، يعني كولونيل دو ديفيزيون يعني أعلى مرتبة. ولكن لم نلاحظ مثول أحد الجنرالات هناك من طبيعة الحال كولونيل أو كولونيل ماجور، هذه حجة يعني أنه حكم عدة كولونات أنه عرض للمحاكمة أثناء يعني أنه أمام هذه المحكمة العسكرية. إذا نجد جميع الأصناف من الجندي إلى الجنرال، وإن كان قلت الجنرال أي جنرال لم يعرض على هذه المحكمة. طيب هذه المحكمة حاليا نزلت تشتغل تبت وفق قانون العدل العسكري، وقلت هو قانون صارم جدا، و تبت في القضايا الجنحية فقط، بمعنى أنه ليس هناك قضاء مدني. الجندي أو العسكري عندما يرتكب فعلا مخالفا لقانون العدل العسكري وكذلك حين القانون الجنائي فإنه يعرض على المحكمة العسكرية، يعرض على المحكمة العسكرية. وعموما القضايا التي لها صبغة الخطورة كحمل السلع، حمل السلع بدون ترخيص، كالسرقة، كالعطور، مسدس قديم تم العثور عليه أحد الأشخاص يحال على المحكمة العسكرية، كلما استعمل رصاص بصفة عامة وارتكب به فعل جرمي يحال على المحكمة العسكرية. إذن هذا هو اختصاص الآن اختصاص المحكمة العسكرية. القاعدة الآن مطبقة في المحكمة العسكرية هو أنه العسكري يجر المدني، بمعنى إذا ارتكب فعل من طرف مدني وعسكري في مثلا سرقة سلاح من تكنت عسكرية، ثم من طرف عسكري ومن طرف مدني، الكل يقدم إلى المحكمة العسكرية. ثم الاعتداء مثلا اعتراض سبيل أحد المارة وكان بواسطة عسكري بمشاركة مدني، فيعرض الأمر على المحكمة العسكرية، فلها اختصاص واسع. استعداء مثلا استعداء دولة أجنبية، أنت كتخدم واحد الإنسان يشتغل لدى مؤسسة مخابرات إلى غير ذلك، يعرض على المحكمة العسكرية. طيب الحل الآن كاين الغرفة التي تبت في قضايا الإرهاب، هذا بمقتضى نصين خاص القانون الجنائي، ولكن نتحدث عن يعني الأفعال التي الأفعال الجرمية التي تدخل في إطار هذا القضاء العسكري. إذن هو قضاء كما قلت يبت في هذه القضية. فمثلا بالنسبة لما حدث في الصحراء، أعتقد قبل سنتين ذاك مخيم إزيك التي قتل فيه جنود مغاربة وضباط الشرطة القضائية وقوة المساعدة إلى غير ذلك، الأشخاص الذين ألقي عليهم القبض كلهم أحيلوا على المحكمة العسكرية وحكموا وهم الآن قابعون في السجن، وإن كانت هذه قد حدثت ضجة كبيرة جدا و صنف المغرب أنه لا زال لديه محكمة عسكرية ومحكمة هذه كذا. إذن صنف المغرب هو من طبيعة الحل نعيت بأقبح الأوساط خاصة من طرف الجزائر والبوليساريو إلى غير ذلك، فهم أنه أخذوا هذا كمطية وقالوا بأنه هناك لا زال هناك قضاء متخصص، قضاء استثنائي وهو قضاء عسكري، فمدنيون يحكمون أمام المحكمة العسكرية، نضجة كبيرة، وهذا ما دفع المشرع إلى إدخال تعديلات كما سوف نرى. إذا نتحدث الآن على الوضع الحالي الآن، إذا هذه المحكمة تشتغل بهذا الشكل، فكلما ارتكب فعل مش أنه بساس بالنظام المغربي، بنظام مغربي، استعداء دولة أجنبية، تخابر إلى غير ذلك، كلهم من اختصاص المحكمة العسكرية. إذا هذه المحكمة تعقد جلساتها، هناك قاعه واحده بهذه المحكمه توجد على اليمين على مدخل هذه المحكمه، وهناك هي عباره عن قصر صغير به طابقين، الطابق الارضي والطابق العلوي، ولكن كل مراقب، يعني انه كل مراقب. فهذه المحكمه ف
ارتبطت قلت في القضايا الجنائية والجنائية بطبيعة الحال فقط، قضايا ليس هناك لا قضايا مدنية ولا غير ذلك، ولكن تحاكم حتى بعض الجنود، مثلا ضابط ارتكب حادثة سير فإنه يحال على المحكمة العسكرية، هنا دابا الآن تتحل على هنا ولكن يعاقب حتى هو ليه قضية النفقة يعاقب المحكمة، يعني كل ما له ارتباط بالجنود يقدم أمام المحكمة العسكرية. إنما نظام هو هذه المحكمة الداخل إلى هذه المحكمة والماثل أمام هذه المحكمة قل ما يتم الحكم عليه بالبراءة، من قدم لهذه المحكمة سيدان لا محالة. فنلاحظ من التشكيلة لها طابع عسكري، وإن كان المشرع يقول بأنه يرأس هذه الغرفة يعني المحكمة يرأسها مستشار يتم تعيينه عند بداية كل سنتين، مستشار من محكمة الاستئناف يأخذ مستشار مثلا من هنا محكمة الاستئناف مراكش أو طنجة، الذي يرأسها حاليا هو مستشار تم تعيينه من طرف وزير العدل كان يشتغل هنا مراكش ولا زال محسوبا على هذه المحكمة، محكمة الاستئناف مراكش ترقيته إلى غير ذلك محسوب على هذه المحكمة، ولكن هو يرأس هذه ولكن بعضوية قلت بعضوية ضابطين عسكريين. طيب بالنسبة لحق الدفاع المحامي عندما يمتن أمام هذه المحكمة الدفاع عن مصالح أحد مقدم إلى هذه المحكمة فإنه له حدود معينة بطبيعة الحال، ولكن بالنسبة للحكم الحكم يتم بناء على تداول في الملف والمداولة، عندما يقول الرئيس الغرفة المداولة لجلسة كذا كذا، بمعنى المداولة بمعنى أنه المداولة تختلي هذه الغرفة المكونة من مدني ومن عسكريين وتتداول في الملف، وعموما لنقارن مثلا غرفة جنحية على مستوى محكمة الاستئناف ولا محكمة الابتدائية ولا غرفة جنحية، عندما يتم يعني أنه إدراج الملف في المداولة يجتمع القضاة اللي كانوا في المنصة ثلاثة القضاة كيجتمعوا في مكتب ذاك الرئيس تيجتمعوا تياخذوا واحد الملف تيقول له طيب هذا ملف فلان بلو فلان اياه عدة ملفات واش نظركم في هذا الملف، تيقول له هذا ارتكب هذا الفعل ولا ما ارتكبش، كتكون حرية مطلقة بالنسبة للمستشار يبدي بالرأي يبدي برأيه تيقول يا لا هذا ما ارتكبش الفعل لا هذا ارتكب الى غير، واخا العقوبة شحال نعطيو العقوبة النص يقول من الى من سنتين ولا مثلا من سنتين الى خمس سنوات، يعني انه ماذا تقترحون؟ يقترحون الحكم بكل حرية بكل حرية، تقول له مثلا واحد نعطيه عامين واحد يقول له نعطيه غير شهر، الرئيس يقول لهم لا هذا فيها مثلا جرمي الى غير، يعني يتم التشاور على الحكم بكل حرية، وفي الاخير في حالة التعارض يتم اللجوء الى التصويت وتيكون رأي المستشار ورأي الرئيس على قدم المساواة، الرئيس يقول لا بنعطيه شهر بجوج يتفقوا عليه يقول لي احنا بنعطيه البراءة يتم الحكم بالبراءة لأنه كان هناك أغلبية، إذا تكون مداولة بحرية والتي يعني أنه القرار الذي تم اتخاذه من طرف الغرفة هو الذي سينطق به أمام العموم، بخلاف محكمة الاستئناف المحكمة العسكرية الآن لا زال القانون يتم العمل به، عندما يدخل الرئيس له أسئلة محددة يطرحها على العضو، تقول له هل ما قام به الشخص يشكل فعلا جرميا نعم أم لا، تقول نعم أو لا دون أن يعلل دون أن يكون له الحق في التعليل، باش يقول لا هذا جواب هل المتهم ارتكب الفعل الجرمي هل الفعل يشكل جريمة نعم أم لا، صافي نعم ويضعوا علامة، هل نتعوا بظروف تخفيف لا ما تقول تشرح نعم أم لا نتعوا بظروف تخفيف، هل هناك عذر مخفي معفي نعم نعم أم لا، وهكذا ذلك يعني مجموعة من الأسئلة تطرح بدقة هو المستشار بدقة، وهنا ماذا يقع غالبا أنه مدام أنه هو مدني ومدام هناك ضابطين عسكريين
هما بإشارة معينة أو غير ذلك بجوج يقولوا إما نعم ولا بجوج يقولوا لا، وتكون الغلبة بطبيعة الحال تجمعوا جوج الأصوات ضد واحد، إذن الحكم إذن تكون دائما. لهذا يتم نعت هذه المحكمة بأنها محكمة تعليمات، هذه هي المحكمة التي بها التعليمات، بمعنى أنه يتم إعطاء تعليمات للهيئة القضائية لنطق بحكم معين. ماكاينش هي مثلا تبع الآن أحد الأشخاص يوجد في فرنسا يسمى أحد الأشخاص علىين بلا ما سميه، كان يشتغل في رشيدية، وهو بطبيعة الحال تلقى تعليمان بطبيعة الحال والتحق بالأكاديمية، تخرج منها، تم تعيينه في الرشيدية، له أفكار تحررية وديمقراطية لغير ذلك. عندما تم تعيينه لاحظ على أنه الحقيقة على أنه الجنود هناك مضطهدون، يتم سرقة التموين بشكل إلى غير ذلك، يعني لاحظ أشياء يعني أنه تخالف النظام المغربي، وبطبيعة الحال أنه تدخل في إطار الأعمال الجرمية. بغيرته وبغير ذلك حرر مقالا ودون دبج به تلك الأفكار التي، لأنه كان هناك ظن بأنه الكولوني الفلاني يفعلوا كذا ويفعلوا كذا ويفعلوا كذا ويفعلوا كذا، لسوء حظي على أنه التقى بأحد الصحفيين الفرنسيين، ثم أبدى له بهذه الأفكار، قال له على أنه يعني أنه القوات المسلحة بالمغرب أنه تنخرها بعض الشرط بعض الجراثيم، هناك بعض الكولونات يسرقون، والنموذج على ذلك هو ما وقع في كذا في الرشيدية وكذا إلى غير ذلك، ثم نشر ذلك ورقي عليه القبض وحيل على المحكمة العسكرية. هو رأى بأم عيني على أن هناك كان ظلم، وبالفعل كان ظلم، ولكن هناك في قانون العدل العسكري يسمى بالانضباط، قانون الانضباط إفشاء الأسرار، وكانت هذه ليست بأسرار، يمكن أن تكون الآن عندما ما نلاحظ الآن هذه الملفات التي تعرض على مختلف المحاكم، الوزراء الآن وزارة من اعتقالهم بعض الوزراء، كان هناك مسؤولين متعددين يعني بعض المؤسسات المعروفة ما حدث مؤخرا بزاف، يعني أنه دون أن أشهر بال يعني أنه أرجعوا إلى الصحف ماذا تقول الصحف، فستلاحظون أنه هو قال على أنه ربما لأن هناك كان واحد التحرر خاصة بداية بعد وفاة الحسن الثاني، هناك تحرر مغرب أنه كذا إلى غير ذلك، قدم إلى المحاكمة، حكم عليه بقي 5 سنوات سجنا، قضى هذه 5 سنوات دون بطبيعة الحال الاستفادة من العفو، تم إطلاق سراحه بطبيعة الحال، استرد حريته المدنية، أنه حصل على جواز السفر، انتقل إلى فرنسا وبدأ يشهر بالمغرب. بدأ يشهر بالمغرب، الآن دابا يعيش في فرنسا. حدث مؤخرا أنه كان كذا يتسبب في أزمة بين المغرب وفرنسا، لأنه لما حل واحد التاسيس مؤخرا يعني قبل 6 أشهر أو 7 أشهر في فرنسا، يعني أنه هذا الشخص على أنه انتقل إلى المقر ديال محمد ديال الملك، وبدأ ينتد ويصرخ ولافتات إلى غير ذلك، وبطبيعة الحال تم هنا تم استجوابه، أنه أحيل على الشرطة القضائية الفرنسية وبرر وأطلق سراحه، وحضر أمام قناة فرنسية الآن اللي تدعى بالمغرب، وبرر ذلك قال على أنه ابن المغرب وبكذا وبكذا، إذن أصبح هذا الشخص يشهر بالمغرب نتيجة ماذا؟ نتيجة خطأ سابق اللي وقع، كان يتم بطبيعة الحال الاستماع على هذا الشخص ولا يحال على المحكمة العسكرية، وكان الأمر أنه هو أصبح ضد المغرب. إذن مثل هذه وإن كانت لا تعتبر جرائم تحال على المحكمة العسكرية ويتم النطق فيها بصرامة. إذن هذه المحكمة لا تبت في القضايا الجوحية فقط، بها كذلك لا تبت في القضايا المدنية، بمعنى أنه إذا تضرر شخص من فعل جندي وأحيل هذا الجندي على المحكمة العسكرية،
لا يمكن من هذا المتضرر أن يتقدم بمطالب مدنية، لأن اختصاصها فقط في النظر في العقوبة فقط، وعلى من يعلن الأمر أن يسحب نسخة الحكم أن يؤسس عليها دعوة مدنية أمام محكمة مدنية. إذن كاين ما يميز يعني أنه كذلك على باقي المحاكم ليست هناك بها درجة من درجة ثانية من التقاضي. كان محكمة عسكرية واحدة عندما تنطق بالحكم يتم فيه الطعن أمام مجلس أعلى محكمة النقد سابقا، وبالتالي ليس هناك درجة من درجة التقاضي. إذن لما وقع ما وقع في مخيم إزك، مخيم في الصحراء، المغرب بطبيعة الحال تعرض لحملة يعني أنه حملة مصعورة من طرف بوليزاريو الجزائر، من طرف بعض المنظمات الحقوقية بفرنسا إلى غير ذلك، لأن المغرب لا زال يصدر أحكاما قاسية ويضع كوسيلة لذلك المحكمة العسكرية. طبعا الحال على أنه من حسن حظ المغاربة أن السلطات العليا تستمع وتستجيب وتحاول دائما أنها يعني أنه تتخلى عن كل ما يخدش في سمعة المغرب. هذه الحدثين هي المحكمة العسكرية. بعد تلك الأحكام التي صدرت تم التفكير في إعادة هيكلة هذه المحكمة. إعادة هيكلة المحكمة. بالفعل انكبت من طبيعة الحال اللجنة المختصة لوضع تصور للمحكمة العسكرية، وقد أصدر المشرع في فتح يناير 2015 يعني في هذه السنة قانون القضاء، سماه القضاء العسكري، وصدر في الجريدة الرسمية، وبمقتضى انضم هذه المحكمة العسكرية من جديد، تخلى بمقتضى هذه القواعد الجديدة عن ما كان من طرف الحال يمس بالقضاء المغربي، وسيدخل هذا القانون حيث التطبيق في فاتح يونيو 2015 يعني بعد حوالي أقل من شهرين سيدخل حيز التطبيق. إذن ما هو الجديد الذي أتى به هذا القضاء العسكري؟ ما هو الجديد؟ حقيقة أن المشرع أدخل تعديلا جوهريا على المحكمة العسكرية، بحيث أن هذه المحكمة تتكون من ضباط ومن عضوية مدني، يعني رئاسة رأسها صوفة غرفة مدني. ماذا فعل المشرع؟ أهم ما فعله المشرع قال على أنه الفصل بين الأفعال المرتكبة من طرف الجنود والأفعال المرتكبة من طرف المدنيين. إذن كل فعل ارتكبه الجندي بمعية مدني يتم الفصل، فالقضايا أن المدني يحال على المحكمة العادية إما محكمة الاستئناف أو المحكمة الابتدائية، والعسكري يحال على المحكمة العسكرية. هذه من ميزات هذا القانون الجديد. كذلك استحدث المشرع محكمة استئناف للبت في القضايا الصادرة عن المحكمة العسكرية. إذن هناك محكمة استئناف بصريح النص. هذه محكمة الاستئناف على غرار محكمة الاستئناف الأخرى، هي تتشكل هي من غرف ومن غير ذلك. بالنسبة للقضايا المدنية أعطى المشرع الحق للمحكمة العسكرية أن تبت في القضايا كذلك في الدعاوى المدنية التابعة، وسأفصل إن شاء الله في الحصة المقبلة.